حدا منا قصة، ليش منحب؟ ليش منكره؟ ليش منحب هاللون دون هاللون؟ قصصنا وجوه، وقصصنا موجودة بكل مكان. إذا منفكر نسكر تليفوناتنا للحظة ونسكر الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر، منتطلع حوالينا رح نلاقي كائن حي عم بيتنفس. ما حدا سأله أنت شو قصتك؟ هيدا الكائن الحي هو البيت، وأنا بحب أعرف قصص البيوت. اسمي مريم غانم، مهندسة معمارية وفنانة تشكيلية ومصممة، بس قبل هيدا وكله بنت ضيعة جنوبية هادي وخضرة اسمها عيناتها. من 70 سنة هاجروا عائلتي على الكويت، بينا وخلقنا هونيك، وبقينا علاقة حريصة من والدي تقريباً بهيدا البلد. كنا نحفظ نشيد الوطني، نحفظ أسامي المناطق، بس بالأهم كنا على علاقة بزيارة سنوية صيفية بهيدا البلد، وكانت هيدي الزيارة محصورة حصرا بضيعتي. بوقتها كانت لبنان بالنسبة إلنا هي الضيعة، وكانت بيروت بالنسبة إلنا هو المطار، وكانت الضيعة كلها بالنسبة إلنا هو بيت ستة. ما معقول البيت شو فيه يعمل، بيت عبيت عبيت بيصنع حضارة، الحضارة بتصنع القرى، والقرى بتصنع المدن، وهيدي المدن بتصنع الدول. المهندس الكبير إيميل عكرة بيقول نحن نصنع المدن والمدن تصنعنا، فماذا صنعنا؟ بال2006 اجت الحرب الإسرائيلية على لبنان. هيدي الحرب أخذت معها كتير بيوت، منا بيوت ما بقى تعوضت. صح أنه نحن قعدنا إعمار هيدي البيوت، بس للأسف ما قعدنا اللي خسرناه حقيقة. الأغلبية الساحقة من العالم فضلت تعيد الإعمار على النسق الحديث، أي نقل تجربة المدينة إلى القرية. قالكم شو خسرنا؟ الفنا أو الحوش أو الساحة سموه اللي بدكم إياه، هو المكان اللي كان ينسج فيه أهل الضيعة ببيوتهم علاقة وطيدة، وينسجوا مع بعضهم علاقتهم. شو خسرنا؟ مين بيعرف القمرية؟ ما حدا بيعرف القمرية؟ علاقتنا، علاقة جدودنا بالضو كانت كتير غريبة. الشمس موجودة بأغلب دياناتنا القديمة، وكان في حرص شديد من ابن هيدي البلاد على إدخال الشمس والقمر على قلب بيته، لهيك خلقنا شيء اسمه قمرية. وللأسف كمان راحت القمرية وراحت مع الضو، واستبدلناه بمصابيح متشابهة ومستنسخة. شو خسرنا؟ بأحد الروايات عن غنية الروزانا بتقول إنه الروزانا هي الطاقة الصغيرة اللي بتفتح اخبار الضيعة على بعضها، هي الطاقة اللي بتوصل البيوت كلها ببعضها. على هيدي الطاقة كان مهمتها الأساسية هي نقل الاخبار بين الجيران. كمان الطاقة تسكرت، وتسكرت مع اخبار الجيران، وخسرنا وسيلة الاتصال الوحيدة بيناتنا. شو خسرنا؟ هل خسرنا بس الذاكرة؟ خسرنا المصطبة. المصطبة هي بناء واطي موصول بين باب البيت والشارع، هي علاقتنا بين البيت والشارع. على هيدي المصطبة كانوا يقعدوا العالم، يعرفوا اخبار بعض، يتبادلوا السلامات، يلعبوا الاولاد الصغار. على هيدي المصطبة كنا نمارس علاقاتنا مع بعض. راحت المصطبة وراحت اخبار الضيعة معه. بس انا هلا هون رح سمعكم خبرية صغيرة من ستي اللي خبرتكم عنها كثير. ليك كنا معمرين بالضيعة بيتني وبتجيرينا وبتجيرينا، كل سمحات واحد حتى يوفروا على حالهم الحال ويستقرضوا من بعضهم ويتونسوا، كمان اذا حدا اجى لهم حرامي او شيء يدبوا سبع بعضهم كلها ويصيروا بعضهم، نسلق مع بعض، نخبز مع بعض. كم مرة نهد هيدا البيت؟ نهد مرتين. امتى؟ لما استشهد عليه بأي سنة بعرفش، وبعد من الحرب هيدا الثاني كمان. تموز. وش كيف رجعت عمرتي؟ رجعنا تمرمرنا مرار، عدنا رجعنا جرفنا من اول وجداد، وقمنا وعودنا عمرنا وعودنا سقفنا الباب وعودنا قعدنا، بس كان قبل احلى. شو تغير؟
ما بعرف صار عمر كثير وما خانق بقينا هيك البرندا وكلنا نفتح مع بعض مبسوط استهل مع بعض وقاعد نحكي. يلا خبريني عن الطاقة وباب السر. طاقة عاملينها لحتالي إذا بقى في حرامية يجي الضبع الضيعة كاين لهون اللي صار لها شيء دبصة عجارة إنه صار معي هيك مثل ما قصة التليفون عم تحكي فيها تليفون يتصل بعض إنه صار مع فلان هيك هيك وبدا غلط من جارة بلا مثل كلك وتراب يا أم حسين يا أم حسين ابعثي لنا هيك ابعثوا لبعض هيك. مبسوطة هلا بهيدا البيت؟ يعني مبسوطة مش مثل قبل. قبل كل شيء كنت عملته أنا على ذوقي وكل شيء القسيم كان مفتح على بعضه وشرح حلو والمحمل كان حلو كله راح اتكسر رفضوه وعاودوا سكروا القسيم والنار كمان صار كل غرفة في صندوق صندوق لحال أو مسكر الباب عليه أنا فيش إلا هذا الباب مفتوح وصعب ونامي ولك بتجي لك الحي بتصير تشوف العقارب كمان من عندي أنا اللي عملناه ببيوتنا هيدي البيوت اللي صنعناها نحن رح تعيد صناعتنا مرة تانية وهذا الشيء اللي لازم نكون واعيين له. كيف بنستعيد بيوتنا هو السؤال الأهم لأنه هلأ نحن وقعنا بفخ المنزل الحديث وخلصنا بس هلأ شو فينا نعمل؟ شو في عنا حلول بأنظمة البناء الجديدة؟ أقولكم ما فينا نرجع نفكر بتقسيم البيت مرة جديدة خارج التقسيم التجارية المستنسخة عن بعضها. ما فينا نرجع نفكر بطرق جديدة لإدخال أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس على قلب بيوتنا. أقولكم ما فينا نرجع نعيد تعريف المساحة المشتركة لتكون مساحة اتصال وليس انفصال بين الجيري وأهل الحي الواحد. أقولكم ما فينا نرجع نحمل الحقلة اللي فيها الورد والشجر والبستان على قلب بيوتنا بأصغر المساحات المتوقعة. بعتقد فينا نعمل كل هيدا بس هو قرار قرار نحن بناخده. رح خبركم هلأ خبرية الدار. دار مريم. دار مريم هو هو المشروع اللي وقفت فيه بطريقتي ضد العالم لقلن لا ما بدنا أشياء مستنسخة عن بعض. نحن بدنا نحافظ على ذاكرتنا لأنه ذاكرتنا هي اللي بتصنع مستقبلنا. لهيك كان هيدا الشيء بيحفظ مواويلنا بيحفظ أغانينا بيحفظ طريقتنا. يمكن طاولة صغيرة تردك لفنجان قهوة أمك ويمكن كرسي صغير بقلب البيت هو يخليك تتذكر كل هالأخبار. كيف فينا نتحايل على الشيء اللي نحن فيه هلا؟ اوقات الحياة المطلوبة تكون كتير بسيطة بس الأهم تكون بتشبهنا. وبدي أخبركم هلا قصة عن جد كتير صغيرة مش مثل أول قصة. اوكي. الخلاصة مش مطلوب نحن بال 2018 نعيش مثل ما عاش جدودنا من عشرات السنين، بس المطلوب منا نقل التجربة، نشوف شو عملوا هن وكيف عاشوا. بالأول كانوا يكون عندهم حاجة يخلقوا لها الديزاين. هلأ نحن بينفرض علينا الديزاين ونحن نفكر بالحاجة تبعيتها. نحن صرنا مستهلكين وكل شيء عايشين فيه ما بيشبهنا وما بيشبه حاجاتنا. فهيدي دعوة لحتى نرجع نفكر شو هي عن جد احتياجاتنا ومين نحن وكيف بدنا نكون. هلأ رح أخبركم عن جد القصة الصغيرة. من زمان ببلاد فارس كانت علاقتهم بالأرض بالطبيعة بالبساتين كتير قوية. لهيك صعب كتير اليوم تشوف سجادة عجمية ما عليها ورد أو شجر أو ما فيها لون أخضر. هيدي الطريقة اعتمدوها بكل عفوية وطبيعية. هيدي كانت حلتهم لأزمتهم. حملوا معهم البستان على قلب بيوتهم فصل الشتاء. شكراً.